دعنا نذهب إلى ما جرى اليوم. في هذه الفترة المسائية 4 أشواط، 3 منها الرئاسة، شوط واحد بهجم العاصفة، الشوط الأول الشوط الرئيس الإبكار المفتوح، أيضا شهدنا منافسة مميزة أيضا من خلال 5 أسماء للرئاسة واسم واحد ريماس للعاصفة. انتزعت الرئاسة هذا الشوط بكل قوة وبكل أيضا إصرار، وممكن نقدر نقول الحكمة التي تقال دائما الكثرة تغلب الشجاعة. أول شيء أول ما نتطرق للشوط أحب أقدم تهنئة وتباريك إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وإلى أخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى المشرف العام عن هجن الرئاسة معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان والمضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد الغيلي لحصول هجن الرئاسة على 3 رموز في هذا المساء. وأيضا أقدم التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم مالك هجن العاصفة مالك هيلمان الذي حظت على كاس المحليات، وإلى المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الجتبي. أما الحين نحن بنخوض في نخوض نعم في عمق الميدان ميدان الوثبة مع أن تغرق لا إن شاء الله ما بنغرق نحن على السيف الغالي نعم أول شوط أول شوط هذا كان يحتوي على 6 بكار مشاركة 5 للرئاسة 4 بقيادة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي ووحدة بقيادة المضمر الظافر علي بن يميل، عندك وحدة لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الجتبي. شاهدنا الشوط أول انطلاقة كانت هناك شوق لهجن الرئاسة على مقدمة هذا الشوط، وشاهدنا أيضا المركز الثاني أيضا من حاف لهجن الرئاسة بقيادة المضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. شاهدنا أيضا شعار هجن العاصفة على المركز الثالث المركز الرابع والخامس لهجن الرئاسة. استمر المنافسة هنتين لهجن الرئاسة تقريبا 5 كيلومتر، بدينا عقب 5 وبدأت تظهرنا ملامح الشوط. شاهدنا نحن كانت منوة تقريبا في المركز الخامس، شعاع في المركز الرابع، بدأت الآن الأمور تظهر. عندما كملنا 6 كيلومتر بدأت الأمور تصير من صالح منوة، وصلتنا منوة قدرت أنها تنتزع المركز الأول، بدأ الظافر يصدر أوامره على شعاع أيضا لهجن الرئاسة، لكن منوة عصابتها كانت في البطان ومضمرها المميز واثق من أداها وتميزها، قدرت أنها تنتزع كاس الكؤوس وتهديه لمؤسسة هجن الرئاسة وإلى المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. نعم بلا شك أداء مميز لهجن الرئاسة مع المميز في الشوط الأول، حضر المميز في الشوط الثاني وأهدى أيضا الناموس إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأيضا عشاق الشعار الأحمر أحمر خطر دائما. الشوط الثاني لهذا الشعار المميز، والله هذا الشوط الثاني كان أيضا شوط أثارة شوط ثنايا الجعادين مميزات بهذا الأداء المتميز. شاهدنا نحن على المقدمة كان هملول لهجن الرئاسة، المركز الثاني شاهين لهجن الرئاسة، المركز الثالث مرحب لهجن الرئاسة، وكان سلهود لهجن الرئاسة. ولكن نحن شاهدنا تقريبا بعد ما دخلنا أجواء الكيلو الأخير وصل شاهين لهجن الرئاسة بقيادة المضمر الرائد بسام المنصوري، وصل مرحب بقيادة المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. هملول بدأ يتراجع سلم الشاهين، بس عندما حركه ومرحب ما شاء الله هذا مرحب له العام الماضي رمز على أرضية ميدان الشحانية، بدأ يرحب بالجميع يرحب بالمنافسين، قدر أنه ينتزع الشداد المفتوح يهدي للمرة الثانية لهجن الرئاسة ولهذه المؤسسة العملاقة الذي تمتلك من خيرة الهجن، وإلى المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيل. نعم هجن العاصفة تواجدت في 3 الأشواط وانتزعت لقب غالي ورمز غالي للإبكار المحليات في هذا الشوط. كيف كان الشوط أيضا وكانت مجريات هذا الشوط؟ والله هذا الشوط نحن في البداية شاهدنا الشوط كانت على مقدمة هذا الشوط لهجن الرئاسة، المركز الثاني كانت مستوى لهجن العاصفة، المركز الثالث لهجن الرئاسة، المركز الرابع هيلمان لهجن العاصفة. شاهدنا هذا الشوط نحن استمر بدأت الأمور تظهر، منحاف كانت مسيطرة تقريبا 6 كيلومترين على المقدم، وصلت هيلمان بدأت تغير، حاول مميز أنه يستنزف طاقة هيلمان بمنحاف أنه عنده العزرة في المركز الثالث، لكن ما شاء الله عندما كلمه منحاف هيلمان بدأت تتحرك بدأت تباعد كعوايدها دائما رصيدها رمز في اللقاية رمز في الإذاع
واليوم رمز في الثنايا، وهاي هالليمان من انتاج محميه مرغم وانتاج ابو سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد رايد المكتوم، قدرت انها تنتزع هذا الكاس وتهديه الى جماهير شعار العاصفه والى مالك العاصفه سمو الشيخ حمدان بن محمد رايد المكتوم. نعم، عاد ايضا هجن او عادت هجن الرئاسه في الشوط الرابع بشكل مميز مع المميز، وانتزعت رابع الأشواط لتصل أيضا عدد الرموز لهجنة الرئاسة 3 رموز في هذا المساء. والله نحن شفنا هذا الشوط، والشوط من البداية الانطلاقة كانت محرض على المقدمة بمعيته أخوه المهندس على المركز الثاني، بدينا عقب 6 كيلومتر ضافهم مياس لهجن الرئاسة بقيادة المضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي، استمرت المنافسة حتى تقريبا اللحظات الأخيرة ووصلنا الحزام الأخضر حزام الأمان، يعني المحرض بدأ يحرض الجعادين، بس عند المهندس كان أنا قال أنا موجود وأنا باش مهندس، قدر أنه ينتزع المركز الأول ويهدي الهاترك لهجن الرئاسة وإلى المضمر المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. نعم. ثلاثية كانت لهجن الرئاسة. وقال المهندس؟ قال باش مهندس أنا موجود. أنا بسألك عن هجن الرئاسة، أيضا 3 رموز لهجن الرئاسة ولكن جميعها أيضا بشعار المميز. نعم المميز مميز، هذه عزبة أيضا مدعومة، عزبة خاصة لهجن الرئاسة تتميز بهجن أيضا مشرايات من تسعيرها أو مشرايات من برا، تمتلك العديد والعديد من الهجن موجودة في هذه العزبة. لكن هناك مضمرين أيضا لم يتواجدوا بشكل، بسم أيضا موجود كان ولكن لم يتواجد بشكل فعال في هذه الرموز. والله عزبة بسم أيضا مدعومة دعم قوي، وبسم أنجز العديد والعديد مع هذا الشعار لهجن الرئاسة، بس لما يستوي خلل في العزبة بسم عنده وعقة صحية أو مرض في رشابة تقريبا من شهر، والمطية لين تعوض تبالها وقت، في شهر واحد ما تقدر تعوض صحتها أنها من لحم ودم. نعم. ولا بسم مشهود له ويحمل إشارة ممتاز، وهو يقول لك المضمر المستحيل الذي لا يعرف المستحيل في هذا المجال، والرشاب يحدث لهن يعني خلل في العزبة، بس هو بالأيام جاية إن شاء الله سنوات قادمة وبينجز، الريال منجز قبل. نعم نحن ما نحكم عليه في هذا اليوم، بالتأكيد لا نحكم عليه في هذا اليوم، ولكن في النهاية ناموس واحد لهجن الرئاسة، جميعهم أيضا مضمري هجن الرئاسة سواء عند السم أو عند أيضا المميز وعند أيضا جميع مضمري هجن الرئاسة. نعم كلهم يمثلون هذا الشعار، هم الشعار الأحمر مر عبر كله خطر، يعني أي واحد يسبق المالك واحد مؤسسة هجن الرئاسة بغض النظر عن الأخوان المضمري، كلهم يمثلون سباقات الهجن، كلهم يمثلون سباقات الهجن وكلهم ينافسون، إذا واحد موجود في الشوط يحدث بلبلة في الشوط ومنافسة قوية وحسبوا له 1000 حساب المضمرين، يعني أسامي هذه لا يعملون أشارة ممتاز نارا على علم. نحن أيضا نقول أينما ذهب الرمز سواء لأي شعار أو لأي مضمر سواء في هجن أصحاب السمو الشيوخ أو أبناء القبائل، نقول له الناموس ونقول للجميع أيضا ناموس على التوالي. نحن نقول للجميع الناموس وإن شاء الله نقول لهم ناموس دائم، وإن شاء الله بنستمتع في أشواط السيوف إن شاء الله، والختامي تستل ستار على مركاب حلو ومنافسة حلوة. نأخذ منه خبر حصري أشواط السيوف، أي شوط بديه؟ والله إن شاء الله في شوط السيوف أنا بشوف الأشواط كيف تكون الترتيبات. نحن سألناك عن الأسماء وترشيحاتك لأيضا هجن الرئاسة أو العاصفة في أصوات السيوف، تقول بعد الأسماء مايت. نعم. طيب أنتم كمذيعين الأسماء لحد الآن مايت؟ والله لا الأسماء نحن لين الحين ما نقول مايت، نحن على ترتيبنا، نحن إذا الجماعة موجودين عندك نايف بلوي الشوط الأول، عبد الرحمن الشوط الثاني، سعد متل الشوط الثالث، سالم بن حضيرم الشوط الرابع، بس إذا عاد تغير من أي الأخوان الواحد يتدرج. نعم نحن نتمنى لك التوفيق أيضا بسعيد، ودائما نحن من مشجعينك سواء في التحليل أو في أيضا الإذاعة. الله يعطيك العافية في الإذاعة. الله يعطيك العافية عصام، وأنت مميز مع هذه الرسالة ومع قناة دبي ريسنج إن شاء الله، ونحن نحاول أن إن شاء الله توصل هذه الصورة إلى جماهيرنا ومحبين قناة دبي ريسنج، أن نودي لهم الصورة من قلب العدد والتفاصيل في هذه الأجواء. بدعمك في أرضية الميدان بسعيد، وبدعم مدير القناة أيضا في الإدارة. نعم. وبدعم الجماهير أيضا اللي يتابعونا. نعم. بشكل مستمر، هذا كله بدعم الله ودعم
سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم، وإن شاء الله نكون عند حسن ظن الجميع. حفظهم. شكرا يا أبو سعيد، شكرا. إذن مشاهدينا الكرام تابعنا يوم مميز، أيضا نهدي السلامات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حافظه الله، وإلى مقام أيضا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى كل عاشق لهجن الرئاسة من خلال هذا التواجد الأخوي هنا في هذه التحديات وهذا اليوم المميز. كنتم مع رسالة قناة دبي ريسنج وبرنامج الوثبة 2015 التي ترصد لكم كل جديد، خاصة في هذا اليوم المميز يوم الثنائية، أشواط صباحية ورموز صباحية كانت معنا 4 رموز، وأيضا أشواط مسائية ورموز مسائية 4 رموز، مجمل رموز هذه الحلقة 8 رموز من خلال هذا اليوم. وصلنا إلى الختام، وفي الختام لا يسعني سوى شكركم أنتم مشاهدي قناة دبي ريسنج الأوفياء دائما، وأشكر جميع من ساهم في نجاح هذه الحلقة وهذا البرنامج، بالتأكيد بإشراف المدير العام لقناة دبي ريسنج عبد الرحمن أحمد أمين، وبإشراف أيضا أخواني طاقم العمل المتواجدين معنا هنا في أيضا ميدان الوثبة، لنرصد لكم يوميا حلقة مدتها ساعة تلفزيونية عبر قناة دبي ريسنج. كونوا على الموعد دائما في تمام الساعة 9 مساء. ختاما تحيات عصام الخامري من الإعداد والتقديم، وتحيات طاقم العمل، مع السلامة.